شو رح يكون بانتظار مولود الثور بهيدي السنة الجديدة؟ بالرغم من الظروف المعقدة والتغييرات رح يكون بانتظارك إنجازات وأرباح مهمة، سنة لا بأس فيها، سنة بتطلب منك العمل المتواصل مع بدايتها، رح تكون نشيطة وبتحمل واجبات متنوعة ومجالات كثيرة للتغيير تحت تأثير كوكب المشتري من برج الحوت المائي الصديق. مشان هيك حاول انك ترتب وتنظم قبل وصول الكسوف بشهر نيسان لبرجك، كمان لازم تكون تعيد الاولويات تفاديا لحصول اي تاخير. الحدث الابرز هو هيدي السنه بالنسبه لك عزيزي صار هو الكسوف الحاصل ببرجك، بقابله كسوف ببرج العقرب بتاريخ 25 تشرين الاول اكتوبر، ما يعني انه نوعيه الوقت رح تتغير وتغير بحياتك سلبا او ايجابا، رح تشعر بالتعب ولا كمان ما رح تحصل على الفرص الكافيه للاستراحه. مشان هيك انت انسان قادر على تخطي هالعوائق وتحقيق اهدافك، بدايه سنه نشيطه بتحمل واجبات متنوعه، لكن عليك ترتيب الاولويات تفاديا لحصول اي تاخير، ما تنجرف وراء انفعالاتك، حاول انك تعالج الامور بهدوء، ما تسمح للمواقف الغامضه بالتشويش على استقرارك المهني، بادر لتوضيح الامور وتلطيف الاجواء. عاطفيا لازم تساعد حالك عاطفيا وصحيا ودراسيا، وحاول انك تلاقي الحلول بهالسنه يلي بتطلب منك الانتباه، الشغل والتصرف بذكاء وحذر، خفف من انطباعك الصعبه لانه الجو العام معاكس لتوقعاتك، هالامر بينعكس سلبا على هدوء العلاقه الحاليه وتناغمها. لحسن الحظ بيلطف كوكب الزهره الاجواء وبيعطيك حب وصداقات وتعارف فجاه بتكون جذاب، لكن انطباعك بتسبب لك التهور والقلق. حافظ على هدوءك، على مرونتك، على مرونة حديثك، على الرغم من هالجو المتوتر رح تكون الظروف مناسبة للتعارف والارتباط.